لاعبين لافينا النهارده بتدعيمات ممكن ما حظتش انت بيها وانت متواجد في الدعيمات دي، يعني انت بعد ما مشيت احمد صلاح النهارده شايف المفروض يلعب ازاي بالتشكيله اللي قدامنا دي؟ هو بس في احمد صلاح ده تشكيل تقريبا نفس اللي لعب بيه ماتش مباراه الحرس، وافتكر ان هو لعب كده شويه عشان يبقى في تحفظ برضو اللي كابتن نيلو بيدو بيتكلم عليه، محدش عايز ياخد ريسك، محدش عايز يغامر يعني نقطه ونشوف النتائج التانيه واطول يعني محدش هينزل يبقى عنده مبادره او يعني محدش هينتحر بدري، كله بيأمن كله مستني اخطاء المنافس، فعشان كده حط شيفو ده باك رايت سمعنا وسنتر اللقطة باك. دي، لقطة محترمة جدا من لاعبي وادي دجلة وادي دجلة، وهم عاملين ممر شرفي للاعبي بتروجيت وتهنئتهم بالصعود بالتأكيد، منافسة حلوة والأحلى منها التهنئة والروح الرياضية المتواجدة حلوة وذكية بين في نفس اللعيبة. الوقت. طبعا. لا بس دجلة كابتن على طول كده، دجلة بسم الله نادي الرحمن الشياكة، يعني دي دجلة شياكة، دايما يعني وبروح دي حتى شياكة تعمل قبل بالتأكيد كده للزمالك لما بيكسب الدوري، الاهلي لما أكيد. بيكسب الدوري. اللقاء ده مذاع على اون تايم سبورتس 1، وهيكون زميلنا هشام فرحات معلقا عليه في احداث الشوط الاول. طيب فكلم كابتن ان شيفو اصلا ده باك رايت او سنتر باك، فانا شايف ان احمد صلاح ملاعبه باك ليفت علشان حته التامين ويبقى تبقى في تماسك دفاعي.